بالمسلسل بيشهد عودة الكبار سواء في الإخراج أو في البطولة. طبعا ماجدة زكي النجمة الكبيرة، ماجدة أبو عميرة كان بقاله كذا سنة يعني مبتعد، فشايفة العودة دي إزاي بقى؟ ومحتاجين إن إحنا يعني نستعين بكبار نجومنا تاني وكبار مخرجين. طبعا عشان كده لما اتعرض عليا المسلسل ما ترددتش، عمالقة من عمالقة الفن بصراحة يعني، وعودة حلوة لمجد أبو عميرة والمجد زكي بقالها مثلا بتاع 3 سنين ما عملتش حاجة، فالناس مستنياها ومنتظرة عمل جديد ليها، والحسن الحظ ان احنا مع بعض. ويعني الناس منتظراك برضو عشان تشوف الشخصية الجديدة اللي هتفاجئيهم، شخصية دحلابة. أيوة إن شاء الله.